السلام عليكم. شفنا ازاي نقدر نضيف تاسكات في قلب الباور بروجكت، يعني مثلا ممكن اقول له مثلا دورز واحدد له التاريخ اللي انا هبدا فيه، تمام، والمده بتاعته ممكن اخليها مثلا 1 داي، تمام. وتقدر تسحب تكبر تغير زي ما انت عايز، وممكن تيجي هنا تقول له ده اربطه بدوت، تمام. طيب عايز ادي كل نوع من الانواع المهام لون معين، فممكن اجي هنا على كود لايبراري واقول له مثلا احنا هنتكلم مثلا على الجزء بتاع التريد كونتراكتور، واقول له مثلا ان ده ممكن تاخد مثلا الشكل دوت، وهكذا. ممكن تتحكم برضو اكتر في ان انت تيجي هنا وتقول له ان انا عايز اشوف اللايبراري اكسبلورر وكل حاجة مجموعة تقدر تدخل فيها وتعدل فيها زي ما انت عايز. يعني ده مثلا هنا الالوان في الفور جراوند وهنا الباك جراوند، فتقدر تدخل وتختار اللون اللي انت عايزه والسورت اوردر والباترن زي ما انت عايز. طيب نرجع بقى للوحة الاولانية، ممكن تقول له بقى انا عايز اضيف بعض الاشكال، فتقدر تخش بقى على الفورمات تقول له انا عايز اضيف تكست، ممكن تكتب اسم المشروع بتاعك باندا مثلا، وتقدر تضيف بيكتشر اهوت براوس، وتبدا تختار اي صوره انت عايزها وليكن مثلا الصوره ديت، تمام. طيب بعد كده هقول له انا عايز اطبع الصوره ديت كنترول بي، وهختار الطبعة بقى اللي هي البي دي اف كرييتور، ودي مجاني. تدخل بقى في الديتيل تبدأ بقى تختار البوردر فايل الستايل زي ما انت عايز، اللانجوج ممكن تقول له عايز بريفيو، فيبدأ يوريك المخطط بتاعك بالشكل دوت، وكل رمز حطيته بيبدأ يحطه لي هنا عشان تبقى عارف الشكل بتاعك، وده اسم الشركة، ده اللي عامل البرنامج تقدر تغيره، والريفيجن وكل الحاجات ديت. ممكن بعد كده تقول له برنت ناو لو انت عايز تطبع برنت سيتنج، تدخل في الخصائص او تقول له كلوز عشان تخرج من امر الطباعه.